صباح الخير. قديش الساعة؟ متأخرة بالنسبة إليك، فاتك كتير أحداث مهمة. الظاهر بدك ما تدفع لتفيقي، هدول ورداتك. هذا اللي ناقصك، ما هيك؟ نحن ما فينا نلاقي دائما أبطالنا جوات الكتب. ها اللي وين لقيته؟ هدول تياب نظيفة، تفضلي البسيها. لك من وين جبتن هدول تيابي؟ كيف جبت هدول؟ لسه لازمك شي تاني دكتورة؟ يا حقير، كيف فتت على بيتي؟ قلي شو عملت بغراضي وكيف فتت على البيت؟ الموضوع بسيط، أخوك الشرطي ما كان بالبيت. الخدامة وقعت لك الوردات. لك انت كيف بتفوت على بيتي وكيف بتجرؤ تلمس ثيابي بايديك الموسخين بالدم؟ هلأ في عنا شغل، يلا طلع لبرا، رح غير ثيابي. عم قلك انقلع لبرا. سقيها. الله يلعنك شو حقير. لك كيف بتفوت على بيتي وكيف بتدور بين ثيابي؟ نقلع، بدي غير. ما راح اتطلع. عن جد انت مجنون، كيف بتفوت على بيتي؟ فهمني. الرجال هلا ما فات، تعالي مشان تفيقي. ناقصك شي كمان؟ انت مريض نفسي وبحاجة علاج او بحاجة لمشفى مجانين. وانت بحاجة شو دكتورة؟ محتاجة تبعد عني وتتركني بحالي. حبيبتي؟ حبيبتي؟ اسطورة؟ تعالي تعالي يا حلوة تعالي. يلا قلي لي شو عملتي اليوم؟ كلتي ولا لسه؟ ها؟ هاد الكلب المعاق إلك؟ غريب، هاد بيعني انه في بقلبك رحمة وممكن تكون انسان منيح. ما بحب الحكي الكتير من الصبح. أنت بتعرف إنه الشي اللي عم تعمله جريمة، وأكيد أخي بيكون عم يدور عليك بكل مكان ورح يوصلك. سكتي وامشي. مجرم، بعد ما بصير فيقه بيموت. بدي 5 دقايق بس، تحركي. صباح الخير. لساته على وضعه، لهلأ ما صحي. إذا بفيقه لهاد الزلمة هلأ رح يتعرض لصدمة مفاجئة ويموت. ممكن أنت ما عندك مشكلة تقتله، بس أنا ما بقبل. فيقي وعملي اللي عم قلك ياه وبس. مستحيل، فهم بقى. لا تخليني عصب. اسمع، بصفتي دكتورة ما حدا بيجبرني أعمل أي شيء ما بدي إياه، لهيك بكفي تأمرني. وهي أنا راجعة على الحبس برجلي. شو عملت؟ شو عملت له يا مجنون؟
أنت ما فيك عقل! جود! شو عملت له؟ الرصاصة لا لا رح يموت بسببك انت. شو رأيك يا دكتورة؟ هلأ ورجيني طيبة قلبك. بالظاهر بدك تصيري قاتلة. طيب اطلعي يلا. يلا أنا سمحت لك روحي يلا. حركي يونس ما بيستحق يعيش. يا دكتورة لا تروحي بترجاكي. لا تروحي يا دكتورة بترجاكي. طيب 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 خلاص طيب. سافي يونس بالأول وبعدين فيق الزلمة. أنا آسفة يا يونس عن جد بعتذر. الحق كله علي ما كان لازم أعمل هيك أبدا. بسيطة دكتورة. شوف يونس أنا رح طالعك من هون بس أمن لي التليفون. أخي شرطي ورح يطالعنا من هون بس أمن لي التليفون بترجاك يونس. بس أمن لي التليفون بترجاك. صعب حدا يطالعنا من هون يا دكتورة. برأي اعملي اللي بدهم يا لا تعترضي عليهم. وإلا وإلا شو يا يونس؟ وإلا شو رح يقتلوني يعني؟ القتل سهل بالنسبة إلهم يا دكتورة. هن اللي رح يقتلوني. شوف صعب كتير يتعالج هون. حالته صعبة ولازمه مشفى بأسرع وقت. يونس رح يدبر راسه بس المهم هلأ آدم فاق ولا لسه؟ أنت وحش مو إنسان. لا تقرب مني. الموضوع كتير طويل. تحركي. أنا عم حذرك مرة تانية إذا هلأ من فيقه لهذا الزلمة رح يموت. إيه بسيطة بدي أسأله سؤال واحد وبعدين مومو. أنت ما بيهمك إنه هالزلمة يعيش ما هيك؟ أكيد ما بيهمني. عنده معلومة أنا بحاجتها. بكفيني يبقى صاحي لخمس دقايق. تحركي يلا. استعجلي شوي يلا استعجلي. طيب طيب ما تعمل شيء ابدا انت. انا بتصرف خلص بعد انت. آدم عم تسمعني ولا لا؟ عم يسمع؟ ما بعرف يمكن عم يسمعك ويمكن لا. آدم ألو طلع عم يسمع. آدم اللابتوب وينه هلأ؟ لازم نخليه ينام هلأ بيموت. سكتي وخليه جاوب. اللابتوب وين؟ خلي خالك يجي لعندي. لا خالي ولا غيره رح يجي جاوب يلا. خلي خالك يجي لهون. بيقدر يضل هيك لساعة؟ ما بعرف يمكن ما يستحمل. على الاسطبل امشي. بترجاك ما بقى في شيء قادر أعمله. خليني روح على بيتي لو سمحت فرهاد. خلص خليني روح. روحي وقت أنا بسمح بهالشي. تعالي يلا. بترجاك اتركني روح لو سمحت. اليوم عندي عملية مهمة كتير. شو يعني؟ عندي عملية لبنت اسمها أسراء دوغان. دور على الاسم هي عنا بالمشفى ووضع حرج. وانتي الدكتورة الوحيدة بالبلد؟ أنا الوحيدة اللي فيني ساعدها لأنه في معها ورم. فوتي لجوا. لو سمحت خليني روح. ما تعمل هيك فيني بترجاك. دبرنا للعملية بالزون. ما كان في مصاري بس السيد نامق أمير خان مرشح البلدية هو اللي تكفل بكل شيء وأنا وعدته أنه ساعدها. بترجاك فهمني يا زلمة في حياة بنت بخطر وأنت حابسني هون. خليني روح ساعدها بترجاك. رح تموت. لا تقتلها.